إزاء ما يجري في غزة من حروب ودمار وقصف عنيف لمناطق القطاع من قبل الجيش الإسرائيلي، أجرت فضائية نورسات مقابلة مع سيادة المطران جمال خضر النائب البطريركي للاتين في الأردن حول أحداث غزة والصراع القائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين في المنطقة. وفي هذا الحوار الذي أجرته الدكتورة باسمة السمعان المديرة الإقليمية للفضائية في الأردن وفلسطين، شرح سيادته أسباب هذا الصراع المرتبط بالظلم والفقر وغياب العدالة والحصار الجائر الذي تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين وأهالي غزة على وجه الخصوص. كما شرح سيادته خلال المقابلة وضع الكنيسة المحلية في غزة وتطلعات المسيحيين هناك إلى سلام واستقرار في أرضهم. فإلى الحوار. هذا الصراع هل هي حرب لأجل العودة؟ كلنا بنعرف أنه هذا الصراع لم يبدأ في 7 تشرين أول، ولكن بدأ من 75 سنة، من سنة 48. بحكم كوني مدير للمدارس زرت قطاع غزة قبل 3 سنين. اقتصاديا في فقر كبير جدا موجود لضيق مساحة غزة ولعدد السكان في أكثر من 2 مليون إنسان. من ناحية ثانية في هذا الحصار خصوصا من سنة 2007 في فقر، في بطالة كبيرة. اللي صار هو يعني تذكير للعالم انه احنا لا نزال موجودين. لما ذكرت انه الاحداث بدأت قبل بكثير من 7 تشرين اول، حتى قداسة البابا اتدخل في هذا الصراع، يعني شعب عايش وبده يعيش، بده يعيش بكرامة. لكن احنا في فلسطين اللي بنتنفس سياسة، ولا يمكن ان نفصل السياسة عن الحياة اليومية. مثل ما قال البابا بولس السادس، كل ما يخص الانسان يخص الكنيسة. فلما في ظلم على الانسان الكنيسة ترفع صوتها. الله خلق الانسان على صورته كمثاله، معناه انه الله اعطى الكرامة لهذا الانسان، اعطاه الحق في الحياة وان يعيش، اتيت لتكون لكم الحياة وتفيض فيكم. كل هذه الامور هي رسالة السيد المسيح لكنيسته، وواجبنا ان نتابع هذه الرسالة في واقعنا الذي نعيشه اليوم. شو رأيك بسيادة الشعب الفلسطيني على أرضه وسعيه المستميت؟ هذه الحقوق متساوية، ويجب أن يجد الحكام والمسؤولين السياسيين. سيدنا، مؤخرا تم استهداف الكنائس وأيضا المستشفيات، مستشفى المعمداني اللي راح ضحيته أعداد كبيرة. هل ترى أنه هو استهداف للمسيحيين والاعتداء عليهم في الأرض المقدسة؟ بعتقد أنه هي عدم اكتراث لمن هو الضحية، إن كان مستشفى أو كنيسة أو بيت لناس آمنين أو مخابز أو أي مكان قد يلجأ إليه أهل غزة، هو عدم اكتراث بحياة الإنسان. فرسالتك ونصيحتك للمؤمنين؟ نصيحتي أو رسالتي هي أنه لما نلتجئ إلى ربنا في الصلاة نؤكد من جديد أن الله هو أب لنا في السماوات، ونثق به ونجدد ثقتنا به. ولكن إحنا منعيش في الصليب، نعيش هذا الصليب، نعيش هذه الظلمة اللي موجودة، ولكن لا نفقد رجاءنا بأن صباح الأحد، فجر الأحد سيأتي بعالم أفضل وعالم جديد. نصلي ونعمل من أجل هذا العالم الجديد.